كلامنا مش هينتهي لغاية يوم المباراة، وكمان بعد ما المباراة تنتهي أكيد هنحلل ونفسر ونشوف الكواليس. بس طبعا الماتش مهم جدا، الأهلي والترجي والاستعدادات لهذا أو هذا الإياب المنتظر، وكمان الاستعداد النفسي اللي اتكلمنا عنه في الفترة اللي فاتت اللي ظاهر بشكل كبير على الملعب، والأداء بالتالي تحسن يعني بالتبعية. شفنا برضو إيه فكرة هنا إن اللاعب والروح بتعود مرة تانية، لكن من أول المباراة لآخر المباراة ما بقتش تشوف لاعب تعب، لاعب مش بيأدي الأفضل، لاعب متخاذل، ما فيش الكلام ده خالص. بالعكس شفت قوة من أول دقيقة للمباراة حتى آخر دقيقة، شفت كمان تألق كبير جدا لمحمد الشناوي تحديدا، اللي محتاجين كمان نفسر أو نتكلم في تفاصيل هذا التألق اللي بقاله أكثر من 10 مباريات خلينا نقول ورا بعض بجد، فحاجة جميلة. خلينا نتكلم في تفاصيل أكثر مع كابتن إيهاب جلال نجم الأهلي السابق. كابتن إيهاب يعني مش عارفة في إيه، كابتن إيهاب كابتن إيهاب كنت أقول كابتن جلال يعني واحد يعني لا واحد ما ممكن يقولوا لي سري برد والله طبعًا. حتى صباح الفل صباح الخير يا نور الدنيا صباح العسل اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام كله تمام طبعا نظرا لوجود حضرتك معانا ملهاش حل، لازم نبتدي كلامنا ونستهل بتقييم الشناوي، وخصوصا زي ما نهاوند كانت بتقول في تألق ملحوظ في الفتره الاخيره، في تصديات لكور المفروض حقيقة. المنطق يقول ان هي هتدخل جول، لكن حقيقة. في حال وجود الشناوي ما ينفعش تدخل جول، وزي ما حصلت في انفرادين مثلا في ماتش بيراميدز. بس احنا مش هنتكلم على ماتش بعينه قد ما بنتكلم على في الفتره الاخيره رؤيتك وتقييمك لاداء الشناوي عامل ازاي. طبعا بحييكم طبعا وبشكركم جدا، انا وسعيد معاكم جدا. نورت. قبل ما نتكلم بس نبارك لسيدات السله، حاجه محترمه حاجه جميله جدا. جدا حاجه محترمه جدا، حاجه رائعه جدا، وده طبعا النادي الاهلي معودنا على كده، سيدات انسات رجال كله يعني بصراحه شيء رائع، لان المنظومه كلها على بعضها محترمه جدا، في نظام ماشي عليه النادي الاهلي، فالبطولات والنجاحات بتيجي من الموقف ده يعني. فطبعا نتكلم طبعا على الشناوي. الشناوي طبعا رقم واحد في مصر، رقم واحد في النادي الاهلي طبعا بخلاف زمايله اللي موجودين كلهم حراس مرمى جيدين جدا. انما نتكلم على الشناوي تحديدا، لان هو اللي بيلعب، هو اللي في الصوره، هو اللي في لا، وعندك كلين شيت مباريات كتيره وعندك يعني اداء محترم زي ما كنت بقول، في تالق. الشناوي رجع مره تانية، وكل ده ممكن لو حضرتك برضو تتفق او تختلف لمارسيل كولر، انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي اكتر من مره. حقيقة بص انا هو انت المشكله كلها ان حتى لو في اخفاقات شويه من لاعب او حارس لازم تديله، لازم يشتغل، لازم تديله فتره ولازم يلعب عشان يرجع لمستواه تاني. ده مهم جدا. انما لو هو مثلا في مره مستواه مش كويس وقعدته العامل النفسي بتاعه هينزل معاه جدا طبعا. فدي عشان ترجعه تاني محتاج وقت صحيح. انما انا بحيي طبعا الناس القائمين على كره القدم والمدير الفني والجهاز الفني كله، ان هو مش مع الشناوي بس، مع اللعيبه، مع اكتريه اللعيبه في النادي الاهلي. يعني انا عجبني جدا مباراه الترجي اللي فاتت، من اول البدايه لغايه اخر المباراه والله ما فيها حاجه غلط، يعني كله صح، كله ماشي مظبوط، حتى التغييرات، اللي طالع مبسوط واللي نازل مبسوط، اللي نازل بيأدي واللي طلع ادى. يعني انا شفت مباراه رائعه من كل الوجوه، يعني اول مره اشوف مباراه للنادي الاهلي كده. طبعا النادي الاهلي دايما معودنا ان هو كويس جدا، انما المباراه دي تحديدا بتلعب قبل نهائي وبالشكل ده، يبقى حاجة رائعة جدا، يبقى في حاجة حصلت. ايه هي اللي حصلت؟ ان الناس دي مركزة، الناس دي كل اللعيبة مركزة، يعني من اول صفارة الحكم لغاية نهايتها اللعيبة كلها مركزة. انا اول مرة اشوف كل الاربع خطوط بثلاث خطوط بحارس المرمى كلهم على اعلى مستوى، يعني مفيش حد مقصر. يعني ممكن تلاقي في مباراه لعيب مقصر، اتنين مقصرين، او مش في حالتهم قصدي التاثير منهم يعني مش في حالتهم. انما انا شايف والله يعني ال 11 اللي بداوا بالتغييرات كل اللعيبه كويسه جدا، يعني مباراه رائعه من كل الوجوه. نيجي للشناوي. الشناوي في الفتره الاخيره ماشي كويس جدا، برضه هو برضه بيلعب بخبره كبيره، عنده خبره كبيره جدا، عنده عدد ساعات كتير جدا من المباريات لعبها. في ممكن يكون مره مش كويس، مره يعني مش مستوى، انما الاستمراريه هي دي المهمه، الاستمراريه في اللعب هو ده المهم جدا. لما بيكون في، وانا هنا مش بتكلم على الشناوي ولا على غيره، بتكلم في المطلق بشكل عام، لما يكون في اخفاق من لاعب بينتقد، لكن ما يكون الاخفاق جاي من حارس المرمى بيتجلد. صحيح. فدي كمان في حد ذاتها
اعتقد بتحتاج او بتستدعي تعامل نفسي مختلف. صحيح. مع حارس المرمى. صحيح. وخصوصا لما يكون كمان هو كابتن الفريق. بس قصدي اقول لك بشكل عام حارس المرمى هل بيلزمه معامله خاصه من منطلق ان هو متحمل مسؤوليه اكتر بكتير من غيره من اللعيبه؟ العامل النفسي بالنسبه للاعب كره القدم مهم جدا بالنسبه لحارس المرمى، لان حارس المرمى ده اخر خط في 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 في, في اللعب يعني. طبعًا. الخطا منه واضح جدا يعني. طبعًا. الخطا منه طبعًا. واضح جدا طبعًا. الخطا من لاعب راس حربه او وسط ملعب يضيع كوره بتمشي وارده وبتمشي بتعدي يعني. انما حارس المرمى اخطا الدنيا بتقوم وما بتقعدش. طبعا. هي دي المشكله. فعشان كده العامل النفسي لحارس المرمى او اللاعب بالذات كمان لما يكون لاعب كبير لازم تديله حقه وتديله وضعه وبالذات الشناوي لانه كابتن الفريق. طبعا. متحمل مسؤوليه كابتن الفريق. طبعا. وكابتن وحارس المرمى ورقم واحد في مصر. فكل دي عامل ضغط على الشناوي نفسه. انما لو ما عندوش حته العامل النفسي من المدرب ان يديها له وهو يخرج نفسه بعيد عن اي حاجه غير كره القدم، ده المهم جدا في الموضوع. المهم جدا ان العامل النفسي يكون كبير جدا بالنسبه لحارس المرمى. انت فاهمني حضرتك كريم؟ طبعا. انما انا شايف الشناوي مأدي بالذات يعني عجبني جدا في ماتش بيراميدز قوي يعني. طبعا. الصده اللي صدها دي لا طبعا. وكان 0-0 لو الكره دي كانت دخلت كانت هتحصل مشكله كبيره طبعا. وكانت المباراه ممكن تروح في حته تانية. صحيح. خالص. صحيح. انما الصده دي هي اللي كسبت النادي الاهلي يعني. صده الشناوي انا حتى دخلت عملت مداخله قبل كده بعد المباراه على طول قلت صده الشناوي دي هي اللي كسبت النادي الاهلي السوبر. فمهم جدا الحارس المرمى يكسبك مباراه ويخسرك مباراه. طبعا. انما انا شايف الشناوي في الفتره الاخيره زي ما انت حضرتك قلت ونهاوندي قالت ان الشناوي من الفتره الاخيره ماشي كويس جدا. يعني انا مبسوط له جدا لان انا احب الشناوي خالص لان انا مرنته وبعتز بيه جدا. ماشي كويس وبفرح له جدا لما يكون كويس جدا لانه رقم واحد في مصر ده مهم جدا انك انت تبقى رقم واحد وماشي على المستوى اللي انت شايفه يعني المستوى اللي انت حاطه لنفسك انك انت تبقى رقم واحد ده مهم جدا. الشناوي في الفتره الاخيره زي ما نهاوندي قالت في اول الكلام 10 مباريات او 11 مباراه او 12 مباراه ماشي كويس جدا وده مستوى رائع جدا 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 وانا بحيي المسؤولين والجهاز الفني طبعا بتاع النادي الاهلي يعني مدرب حراس المرمى طبعا شيء رائع جدا. والشناوي كمان انا برضو يعني مش عايز اغفل برضو الشناوي لان الشناوي برضو لو هو مش مركز مش هيبقى كويس حتى لو طبعا. المدرب عمل معاه ايه طبعا. المهم جدا اللاعب نفسه يركز او الحارس مرمى يركز. فاللي احنا شفناه بالتركيز والشغل التمام الشغل كويس جدا مع الشناوي هو ده اللي وصله اللي هو فيه يعني. في نقطه كمان لو تتفق معايا كابتن ايهاب فيها ان الجماهير برضو في الفترات اللي مش بس الشناوي بس هتكلم بما ان احنا بنتكلم تحديدا على الشناوي في الفترات اللي ما كانش فيها الافضل كان منهك كان مش في المستوى بتاعه اللي احنا نعرفه عليه الجماهير برضو كان ليها دور في ان هي ما جلدتش قوي كان في تعليقات زعلانين كان في تعليقات اللي هم بيتساءلوا هو في الشناوي ليه مش في افضل مستوياته لكن ما فيش حد من الجماهير كان عنده نقد لازع بالعكس كان في دعم مستمر وكان في ثقه في محمد الشناوي والناس كانت تكتب فيه برضو كلام كويس فبتهيالي ده عامل برضو اضافي مع فكره هنا التركيز ومارسيل كولر والجهاز الفني والاداري يعني الوعي بالنسبه للجماهير جماهير مهم جدا ان انا شايفه من اعظم جماهير كره القدم في مصر هو جمهور النادي الاهلي ما بينهارش لعيبته حتى لو في تقصير انما او واحد مش في مستواه ما بيجلدوش زي ما الهوندا قالت انما انا عايز اقول في وعي دلوقتي في ان انا لازم اشجع اللاعب ده حتى عشان اخد منه بعد كده زي في اوروبا الفرقه بتبقى مغلوبه 5-6 والجماهير بتحييها عشان هو ما بيفكرش ان هو ايه هو بيفكر ازاي ان المباراه اللي بعديها لو انت دلوقتي العامل النفسي طبعا في المباراه دي عامل النفسي بتاع كل اللعيبه او اتغلب بيبقى نازل يعني فانا لازم ارفع من روحه المعنويه عشان المباراه الجايه اكسب صحيح. ده اللي بيحصل دلوقتي مع جمهور النادي الاهلي الحقيقه على ذكر جمهور النادي الاهلي من ضمن خصائص تميزه وتفرده واختلافه عن جماهير بقيه الفرق يعني الى جانب كل اللي حضرتك تفضلت بيه يكفي ان جمهور النادي الاهلي جمهور عقلاني ومنطقي حقيقة. يعني ما يزيرلكش العداد في صحيح. لحظه لا يعني في حاله مثلا عندهم ملحوظه ما تخص الشناوي عارفين كويس قوي تاريخ الشناوي صحيح واياديه البيضاء في ماتشات وبطولات سابقه كتير سنين طويله صحيح. فما عندهمش الحته بتاعت خلاص يردموا على الحاجه لا يعني
عقلانيين جدا، وكمان مش مع الشناوي بس، حصل مع حسين الشحات ومع طبعا وبيرسي تاو على فكره. بيرسي تاو يعني بيرسي تاو ما شاء الله، بيرسي تاو ما شاء الله دلوقتي هايل، ومحمد هاني ومحمد هاني، كل اللعيبه دي الجماهير وقفت بجانبها بصراحه يعني. وانا بحيي جماهير النادي الاهلي وبحيي كل واحد منتمي للنادي الاهلي، لانه ما بيحبطش اللعيب، ده مهم جدا، مهم جدا ان ما تحبطش لعيبتك. عشان يعني مثلا انا شفت المباراه اللي فاتت بتاعت الترجي، شيء رائع جدا. هتشوف المباراه الجايه ان شاء الله اللي هتبقى في القاهره، هتبقى كان الاهلي ما كسبش يعني، هتتعاد من اول وجديد، لازم عشان يكسب المباراه ويخش النهائي، وده مهم جدا. وان شاء الله لما يبقى في النهائي ان شاء الله البطوله للنادي الاهلي، وده عامل اساسي من عوامل النجاح هو جمهور النادي الاهلي طبعاً، واداره النادي الاهلي طبعاً، والجو العام اللي موجود في النادي الاهلي. يعني انا فخور جدا، انا طبعا منتمي للنادي الاهلي واهلاوي، ويعني قامه كبيره يا كابتن ايهاب، يا نهار ابيض طبعا. يعني انا سعيد جدا، انا كنت مع قامات كبيره جدا زي كابتن خطيب، لعبت مع كابتن خطيب حوالي 4-5 سنين يعني، انا من اكرامي ثابت شوبير يعني، يعني تاريخ كبير جدا طبعاً بالنسبه للعيبه. انا كنت منتمي للناس دي ولغايه النهارده انا منتمي بيه. الدنيا اختلفت الى اي درجه بين الايام الحلوه اللي حضرتك بتتكلم عنها دي وبين الوضع الحالي اللي احنا فيه؟ هل في فروقات ملحوظه؟ فروقات في على صعيد تعامل الادارات مع الفرق، على صعيد نوعيه الجماهير، على كل الاصعده، شايف ايه اللي اتحسن وايه اللي كان زمان ليه طعم احلى؟ هو الطعم زمان انا شايف من وجهه نظري احلى، لان ما كانش العامل المادي موجود، كله كان بيلعب للانتماء للفرقه بحب النادي يعني. يعني مثلا تشوف في النادي الاهلي اكتريه اللعيبه كانت موجوده في الوقت ده كلهم اولاد النادي الاهلي، يعني اتنين ثلاثه اللي جايين من بره صحيح، انما كان كل اللعيبه اللي موجوده من ابناء النادي الاهلي، كلنا كنا من عندنا 10 سنين موجودين في النادي الاهلي بنلعب مدرسه الكوره، وتدرجنا لغايه ما وصلنا للدرجه الاولى. فده اللي كان حب كبير جدا، كنا مثلا نيجي من الصبح في النادي لغايه بالليل نبقى موجودين، ده مهم جدا. انما دلوقتي العامل المادي هو اللي غالب شويه، بس طبعا انما ال 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 القانون بتاع النادي الاهلي موجود من ايام التتش لغايه النهارده، الناس ماشيه عليه. ده مهم، ده اللي ما اتغيرش، ده اللي ما اتغيرش، ده مهم جدا. ال يعني عايز اقول ايه، المبادئ الاساسيه، المبادئ طبعًا النادي الاهلي طبعًا موجوده مرسوخه من ايام التتش لغايه النهارده، دي لا يمكن تتغير. اللي التغيرات بس في عامل المادي، في اللعيبه، في اشكال اللعيبه، في وضع معين من اللعيبه. انما زمان كنا يعني طبعا النادي، كل اللعيبه المنتمين طبعا النادي الاهلي بيحبوا النادي الاهلي جدا طبعا، مفيش كلام. انما عشان بس العامل المادي زاد شويه، بقت الموضوع الانتماء بيبقى ايه، مش قوي زي زمان. يعني زمان كنا يعني اللي يجيب سيره النادي الاهلي ده ناكله يعني، انت فاهمني حضرتك؟ وما زال والله لغايه النهارده طبعا، بالذات كمان الجماهير تعشق النادي الاهلي، وانا بحيي طبعا جماهير النادي الاهلي. الجماهير بتدخل تدافع عننا احنا كمذيعين، لو حد بس قال حاجه مثلا كومنت مش لذيذ، انا شفتها بعيني يا احنا ما بنردش. انا فاهم، لا جميل. انت عندك عيله هي اللي بترد الظهرك وبيقولوا كلام حلو، يعني بصراحه حاجه محترمه جدا، شيء رائع جدا. جماهير واعيه جدا، جماهير بتحب النادي جدا جدا جدا، بتحب لعيبتها جدا، بتحب ادارتها جدا، ده مهم جدا. العامل يخليك تكسب، يخليك تنجح، ده صحيح، مهم جدا. عشان كده النادي الاهلي الحمد لله ناجح بقاله سنوات طويله جدا من ايام التتش لغايه النهارده. والعامل الجمهور مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طيب تعالى بقى نروح للماتش العوده او الاياب يوم الجمعه الجاي ان شاء الله، وزي ما حضرتك قلت من شويه وزي ما قال مستر كولر نفسه مع يعني مع نهايه المباراه اللي فاتت في المؤتمر الصحفي، قال ان احنا هنعتبر ان اللي حصل ده ما حصلش صحيح، كانه هو لقاء واحد اللي لسه هنلعبه، مش ان احنا مش قادرين نفرح صوت وصوت يعني. معلش عايزين نفرح، هو النادي الاهلي كده، مش ممكن النادي الاهلي كده، ما بي يعني الالتحامات سريعه جدا، المباريات سريعه جدا، المباريات ورا بعض جدا، فانت عشان تخش المباراه الثانيه لازم تنسى المباراه اللي انت لعبتها. المباراه الثانيه بقى اللي احنا بنتكلم عليها، هل في حاجات معينه، وانا هنا مش بتكلم على حراسه المرمى، انا بتكلم بشكل عام، هل في يعني امور معينه قلقاك بالنسبه للمباراه الجايه؟ لا، الترجي اللي جاي، لا بص حضرتك، هو بس ايه، عشان احنا كسبنا مكسب كويس قوي هناك، بس هي بس ما بتحصلش في النادي الاهلي كتير، ان اللعيبه تبقى مترخصه يعني نازله يعني سهل المباراه بالنسبه لها، اعتقد ان مش هتبقى موجوده الموضوع ده، والجهاز الفني هيقول للعيبه الكلام ده، لان انت كسبان هناك يعني ما يصحش انك انت يحصل حاجه هنا طبعًا، وبتلعب في ارضك وسط جمهورك وعندك جمهور جاي طبعًا، ده مهم جدا. العامل الاساسي للفريق برضو الجمهور يعني،
انا شايف زي ما مستر كولر قال او انا قلت او في اول الكلام ان المباراه انتهت خلاص، هنشوف المباراه الجايه، ده مهم جدا. عشان كده النادي الاهلي على طول بيفكر في المباراه اللي يعني احنا خلصنا المباراه بنفرح يوميها كام ساعه وبنخش بقى في المباراه الثانيه، في مود المباراه الثانيه، ده مهم جدا. والنادي الاهلي معودنا على كده واحنا كنا كده اصلا، فعشان كده ده حال النادي الاهلي، انك انت الحاجات متلاحمه جدا، الحاجات ورا بعض جدا. يعني انت هتخش تلعب ان شاء الله يوم الجمعه كمان اربع ايام ولا حاجه، فانا مش قلقان من حاجه الا اذا الا من حاجه واحده بس، ان احنا لازم نكسب مكسب كويس ثاني. أيوة. يعني ما تقولش مثلا كسبنا 1-0 وخلاص، لا، لو في عندك فرصه انك تكسب 2 و3 و4 اكسب. ده مهم جدا، لان دي بتعمل قلق للفرقه الثانيه اللي هتلاعبها، لان انت ممكن هتلاعب برضو في النهائي سان داونز، يعني فرقه كويسه. سيبك ان كسبتنا قبل كده، لا، الكلام ده كله ده وارد في الكوره، انما انت هتلاعب فرقه كويسه، خصم قوي في كل الاحوال، خصم قوي طبعا. جدا. والنادي الاهلي بيفكر في حته، بس ما تفكرش في سان داونز غير لما تفكر اما تخلص من ماتش الترجي اللي هنا، ده مهم جدا، لان برضه فريق الترجي فرقه ليها اسمه. لو جاي لك جريحه برضه وعايزه تعمل اي حاجه الموقف وعندهم مشاكل والمدير صحيح. الفني يعني ما هي نقطه حدوتة. المدير الفني دي نقطه تانية كنت عايزه اتكلم فيها، بغض النظر طبعا عن الثلاثيه اللي هم تلقوها، لكن الذبذبه اللي بتكون في الاداره دي مش افضل حاجه، خصوصا انت عندك ماتش مهم، فالناس متوقعه ان الاداء هيكون سيء جدا من قبل الترجي. كمان نبيل معلول لما هيكون مش موجود مع التذبذب اللي حصل. بالمناسبه قبل ما نخش في التفاصيل، حضرتك مع الاستقاله دي ولا لا؟ في الوقت ده لا، يعني المفروض يعني بعد ما المباراتين تخلص خلاص ممكن تعمل اللي انت عايز تعمله، انما يعني عندك مباراه ثانيه، طب مين اللي هيحضر المباراه الثانيه؟ مين اللي هل هو كان مضطر للاستقاله يعني فرضت عليه؟ الوضع كان وحش، يعني بص يا نهاوند، المباراه بالنسبه لي الترجي كان مش حلوه، تلعب في ارضك وعندك مشكله في الجماهير، عندك مشكله في الاداره، فطبعا الراجل برده اسم المفروض ان هو اسم كبير، قال لك ان انا اشيل الحرج عن الناس وامشي يعني. بس انا من وجهه نظري انا يعني في الوقت ده ما ينفعش، ما كانش ده الوقت، ما كانش ده الوقت. طب خلينا بعد اذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. يا اهلا بكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا الحلوه مع ضيفنا العزيز اللي منورنا، كابتن ايهاب جلال نجم النادي الاهلي السابق. وقفنا في الكلام، كنا بنتكلم على ماتش الترجي، وكنا بنتكلم كمان عن الكابتن نبيل معلول واللقطه الحزينه لناس كتير، حتى على فكره من جماهير النادي الاهلي. بالمناسبه في جماهير من النادي الاهلي بعتوا رسائل لكابتن معلول بعد ما شافوا له الصوره اللي هو قاعد فيها في شبه انكسار، قالوا له ارفع راسك يعني. ودي برضو كانت لفته لطيفه الحقيقه من جماهير النادي الاهلي. زي ما قلنا كريم، جماهير النادي الاهلي واعيه جدا، جماهير محترمه جدا، جماهير بتقدر النجم، ده مهم جدا. ونبيل كابتن نبيل معلول برضه نجم في التدريب، وكان نجم لعيب كبير برضه زمان. احنا عايزين نقول طبعا هي طبعا لقطه حزينه جدا، بس المشكله كلها ان يعني اتغلب في ارضه، في مشاكل عندهم جماهير مش موجوده، كل ده اثر على نفسيه كابتن نبيل أكيد معلول أكيد. طبعا انما انا شايف الاستقاله في الوقت ده يعني كان لازم يكمل المباراه اللي في القاهره، وعاوز يمشي يعني، انما موضوع طبعا يعني. طب هم دلوقتي هيبقى وضعهم ايه بقى؟ اكيد ده هيجي المدرب العام هو اللي هيمسك المباراه، لان برضو هم حاطين في دماغهم بتلعب النادي الاهلي، هتلعب النادي الاهلي في القاهره، كسبانك في تونس، فطبعا الموضوع ممكن يقدم المباراه دي بالموجودين، و10,000 متفرج طبعا. يعني هي دي المشكله كلها، انك انت الوضع بالنسبه لهم صعب يعني، وان شاء الله برضو. بس يعني برضو مش عايزين نخلي النادي الاهلي يخرج عن تركيزه، ان هو لازم برضو يكسب المباراه اللي فاتت دي، نسيبها على جنب شويه ونبص للمباراه بتاعت القاهره، لان مهم جدا انك تكسب في ارضك، ده مهم جدا برضو، لانك انت برضو عشان تخش المباراه ان شاء الله النهائيه وانت كسبان مكسب كويس، عشان الفرقه برضو اللي انت هتلاعبها ايا كان مين، الوداد او سان داونز، انك انت تبقى ما اتحسبتش قوي، لا اتحسمت انا شايف كده، لان برضو محسوبه من شويه، من شويه، لان برضو سان داونز بس التعادل اللي حصل ما بينهم برضو ايه يعني فارم للتوقعات شويه كويس، بس انت بتلعب برضو باتنين ناقصين عند من فرقه سان داونز، وتحس برضو ان ما فيش حد مش ناقصين يعني، فرقه كبيره يعني طبعا. عايزين نقول برضو مش عايزين نخفز بالفرقه طبعا. لازم نديهم حقهم برضو، فرقه كبيره سان داونز، فرقه كبيره، وفرقه الوداد فرقه كويسه، فرقه برضو كبيره، انما ايا كان مين النادي الاهلي هيلعب، بس هي محسومه طبعا، انما النادي الاهلي مهم جدا يفكر في المباراه بتاعه القاهره
مهم جدا، لازم تكسب مكسب كويس وتريح الناس، يعني الناس تبقى مرتاحه واللعيبه بتاعتك تبقى مرتاحه وهي داخله على المباراه برضو الصعبه اللي في النهائي يعني ان شاء الله. انما موقف صعب جدا يعني كلنا برضو، لان برضو كابتن نبيل والترجي اسم كبير والنادي كبير وتونس برضو اشقائنا واحبابنا طبعا. انما احنا بنتكلم ان كان موقف مش لطيف يعني، فان شاء الله يعني تعدي والراجل برضو يقدر يرجع تاني ان شاء الله، ونادي الترجي يرجع تاني، ولانه برضو من الانديه الكبيره طبعاً برضو الناس تاريخ كبير طبعاً. واحنا في مصر بنحترم التاريخ يعني احنا بنحب نلعب مع الانديه الكبيره، لان في الاول وفي الاخر لما احنا بنسعى للفوز بنبقى باصين برضو ان احنا نلعب ماتشات قويه. مش تسعى وتفوز وما تحسش ان في تنافسيه، مش هنحس بطعم المكسب اصلا. بالظبط كده، والاهلي كمان بيحب يلعب مع الفرق القويه، يعني بيحب يلعب مع الفرق كبيرة طبعاً. لان بيظهر امكانيات النادي الاهلي، ودايما ماتشات الاهلي مع اي فريق من شمال افريقيا بيبقى لها خصوصيه حلوه جدا، بتبقى حلوه والله بجد، بتبقى حاجه رائعه جدا، لان انت برضو شمال افريقيا يعني بيحبونا جدا واحنا بنحبهم، والمباريات التنافسيه دي حاجه تانية غير غير البلاد يعني. أيوة. فبيبقى شيء جميل وشيء رائع، وبتحس انك انت بتلعب في 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 بلدك، في 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 مجالك، في 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 يعني مش عايز اقول ان احنا غير افريقيا مش حاسس بغربه، مش حاسس بغربه يعني. غير لما تلعب في افريقيا يعني. طيب كابتن ايهاب، لو هنروح شويه للفنيات، لان احنا لو هنتكلم عن ماتش الترجي الذهاب طبعا النتيجه كانت رائعه، بس لو هتكلم بمنتهى الشفافيه ونخبها في المصداقيه برضو، احنا ضيعنا فرص يعني. احنا كسبنا 3 كان ممكن نكسب 6 كان ممكن نكسب 5، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. عندنا لسه مشكله قائمه مش بتظهر في كل المباريات، بس بتظهر في بعض الاحيان، كانت ظاهره في ماتش الترجي ان انت كان ممكن تحرز اكتر من 3 اهداف. انا اقلق لو ده تم تكراره في مش بس ماتش الاياب، في الماتشات كمان ماتش النهائي. ده ازاي يتم تداركه؟ بتشوف كولر قادر ان هو يحل المشكله دي برضو ازاي؟ بص يا هوند، هي المشكله مش في النادي الاهلي، هي ثقافه لاعب مصري. ان انت مثلا انا كسبت وكمان بفكر ايه، ان انا كسبت بره ملعبي يعني، كسبان بره ملعبي 3، بس هو يقول لك ايه يعني، طب هجيب تاني ولا ما اجيبش يعني، ولا حلو كده ولا كده كويس، احنا كسبانين كويس يعني. اللاعب المصري مش بيتكلم عن لاعب النادي الاهلي، هو في مساحه للجزء العاطفي ده؟ لا يعني مفيش. لو لا. انت حسيت ان انت قاسي شويه على الفريق المنافس، وخصوصا لما يكون المنافس فريق تقيل وليه تاريخ طويل، في مرحله معينه بعد غزاره تهديفيه لغايه ليميت ما ممكن تقف وتقول كفايه كده؟ لا، ما بتحصلش مع اللعيبه، ما بتحصلش او مع الاداره ما بتحصلش. انما اقول لك اللعيب هو نفسه اللي بيحدد. بمعنى ايه؟ انا كسبت 3 وخلاص بقى يعني حاجه كويسه، وفي مباراه ثانيه فاهمني يا كريم. انما المشكله كلها دي ثقافه لاعب، اللاعب المصري ما عندوش ان انا اجيب 5 و6 و7 لو عندي فرصه. ده مهم جدا، زي مثلا الاهلي والزمالك لما كسبنا 6-1 كان في فرصه انك بتجيب بتحرز، فالامور كانت ماشيه. انما برضو الترجي فرقه كبيره، فبرضو مش حاجات تقصوا عليها او لا مفيش الكلام ده. انما انا خلاص الهدف اللي كان عندي انا حققته خلاص، ان انا كسبته لسه عندي مباراه تانية. حتى لو كان 1-0 كان برضو الاهلي كان هيكتفي بكده يعني. دي ثقافه برضو لاعب ان هو ما عندوش الطمع انه يكسب كتير، او ما دام في فرصه ان يعني احقق المطلوب من غير حققت الهدف بتاعي وخلاص كده. انما مش زي اوروبا مثلا، اوروبا تكسب 5 و6 و7 لو في فرصه، حتى في من باب المجد. بالظبط، برافو عليك، ده مهم جدا. بس هو النادي الاهلي برضو بتلعب قبل نهائي، وقبل نهائي حاجه صعبه يعني، انت بتلعب طبعاً قبل نهائي طبعاً. موضوع صعب انك انت بتفكر الهدف، انا عايز اوصل للهدف بتاعي، ايه الهدف؟ اتحقق خلاص، ما ببصش لحاجه تاني، انما انا حققت الهدف بتاعي. هو ده اللاعب المصري او اللاعب النادي الاهلي اللي كان في المباراه اللي فاتت يعني. طيب بالنسبه للنهائي، لو احنا هنتكلم ان سان داونز هي الاقرب، سان داونز في العموم لو هنتكلم فنيات برضو الهجوم عندهم اقوى كتير من الدفاع، فهل احنا هنقول ان ده احنا هنعتمد على ده مثلا، كولر المفروض يعتمد على النوعيه دي بس، ولا المفروض برضو نبقى حاطين في حسباننا ان مفيش طرق لعب مضمونه، سان داونز ممكن يفاجئنا رغم الغيابات اللي حضرتك ذكرتها، برضو لازم نطمن، مهم قوي. انت هتلعب ان شاء الله يعني ان شاء الله. انا مش عارفه ايه الصوت ده والله، صوت غريب جدا، حاسه عندي 90 سنه. لا لا لا، الجو مش كويس، الجو برضه مش كويس خالص. انما انا عايزين نرجع تاني لسان داونز، فرقه كويسه طبعا،
فرقه قويه جدا، وده يليق بنهائي افريقيا حقيقه، اهلي وسان داونز يعني لو هي الاقرب يعني. احنا لازم نفكر عندهم، ما انت هتلعب فرقه نهائي، بتلعب نهائي افريقيا، اكيد فرقه عندها هجوم كويس، حارس المرمى على فكره بتاعهم برده كويس قوي، حارس المرمى مش 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 وحش، حارس المرمى كويس. خط النص عندهم كويس جدا، خط الدفاع مش سيء، ضعيف شويه بس يعني اقل من الخطين اللي فاتوا يعني. انما انت بتعتمد برده انك انت لازم تكسب المباراه، انا ما اعرفش اذا كانت هتبقى مباراتين برده ولا مباراه واحده، انا برده دي مش عارفها يعني. لو مباراه واحده لازم تكسب يعني، ما هي ما فيش رايح جاي. انما انت عندك كل المقاومات انك انت تاخد البطوله، والنادي الاهلي معودنا لما بيوصل النهائي لازم ياخد البطوله، ده مهم جدا. فانت بس ايه المشكله كلها اللي هتقابل النادي الاهلي؟ ان انت بتلعب فرقه قويه جدا يعني، برضو مش عايزين نعتمد ان هم كسبونا قبل كده، ده وارد في الكوره جدا انك انت تكسب وتخسر. النادي الاهلي مش هيخسر على طول ولا هيكسب على طول، ده يعني ده طبيعي جدا، مفيش حاجه مضمونه ولا حاجه ثابته اصلا، مفيش حاجه خالص. انما انت بتلعب كوره في جنوب افريقيا، كوره متقدمه طبعاً جدا وسريعه جدا طبعاً. وبرضو من ضمن الخصائص اللي موجوده عندهم بشكل ملحوظ فكره سرعه الارتداد من الدفاع للهجوم او العكس. حقيقة. طب كل ده عبء، كل ده ضغط طبعا، ضغط عليك، بس برضو لازم افكر ويكون عندي ثقه في نفسي ان انا لعيب، لاعب كويس، او النادي الاهلي فرقه كبيره. ما هو برضو هو بيفكر فيك كده واحنا بنفكر فيهم كده يعني، زي ما احنا بنفكر فيهم هم بيفكروا فيك اكيد. برضو مش هيقول لك ان احنا هم كسبونا قبل كده، مش هيفكر في الحته دي على فكره. هيفكر ان هو بيلعب مع فرقه قويه، والنادي الاهلي كان على يعني اذا كان هيكمل ولا مش هيكمل في دوري المجموعات، وما دام النادي الاهلي كمل يبقى في دي فرقة جامدة، فرقة كويسة، فرقة قوية، هو بيفكر فيك كده برضه. فأنت لازم تفكر إنك أنت الهجوم بتاعهم قوي جدا، أنت عندك برضه خط الدفاع بتاعك كويس جدا، قوي جدا، الشناوي ما شاء الله ماشي كويس جدا، فأنت عندك حتة الدفاع برضه عندك قوية جدا أحسن منهم. فأنت عندك لو وقفت الهجوم بتاعهم بشكل كبير أنت ممكن تقدر تحرز أهداف، لأن برضه الهجوم بتاعك قوي جدا، الهجوم بتاعك كويس جدا، والدفاع الخصم عادي جدا، هيبقى في بالانس او طبعا يعني من هنا ومن هنا، توازن من هنا وهنا طبعا، لان انت زي ما بفكر زي ما هو بيفكر احرز ازاي، النادي الاهلي برضو بيفكر يحرز ازاي، لو الباكات ازاي او الخط الظهر ازاي من الناحيه دي، لازم برضو هم بيعمل في حضرتك كنت تقول من شويه ان هم مثلا مش هيفكروا في حته ان هم فازوا علينا قبل كده، ان هم عارفين كويس ان كده كده بيلعبوا فريق قوي. صحيح. وفي المقابل قلت ان النادي الاهلي لازم ينسى النتيجه اللي تعرضناها قبل كده مع سان داونز، ويركز بس في ان هو كمان هيواجه خصم قوي. طب يعني هو مش المفروض ان احنا برضو نستدعي الذكرى الغير عطره دي كحافز اضافي بالنسبه لنا لاثبات الذات، لمحو صوره ما مش صحيحه مغلوطه اتخذت في وقت من الاوقات؟ لو فكرت في كده يبقى ده شيء ايجابي جدا. لو انا فكرت في الحته دي ان انا كسبني قبل كده ولازم اكسبه، يبقى دي شيء ايجابي جدا. انما ما فكرش في ان هو كسبني بطريقه سلبيه طبعا. لا انا اقصد كحافز يعني. حافز طبعا، ما انا بقول لحضرتك لو انا فكرت في كده بالطريقه الايجابيه دي يبقى شيء جميل جدا وشيء رائع. فكرك الجماعه مفكرين فيها كده في طبعا لازم النادي الاهلي بيفكر في تاريخ دايما يعني. النادي الاهلي او احنا في مصر بنفكر دايما في التاريخ، لان احنا عيشتنا من اول لما نشات الدوله الفرعونيه في مصر تاريخ، احنا بنعمل تاريخ، النادي الاهلي بيعمل تاريخ. تاريخ بمعنى ايه؟ ان انا كسبت مثلا الزمالك 60 مره مثلا يعني، ده تاريخ بيتحط. كسبت السوبر من نادي البيراميدز او نادي الزمالك كذا مره، ده تاريخ. فالنادي الاهلي بيعمل تاريخ مع فرقه سان داونز، برضو النادي الاهلي بيفكر في نفس الكلام ده اللي حضرتك بتقوله. لو فكر بالنيه دي يبقى شيء ايجابي جدا وشيء رائع، ان انا اعمل تاريخ لنفسي ان انا اكسب النهائي وكسبت سان داونز، ده مهم جدا. فطبعا دي شيء ايجابي جدا لو فكر بالطريقه دي. انما انا شايف ما دام انت بتلعب مباراه نهائيه، مباراه نهائيه، والنادي الاهلي النادي الاهلي هو بطل القاره وبطل القاره على مدار التاريخ، واكتر فرقه واخده بطولات في افريقيا، فطبعا بيفكر من المنظور ده ان انا لازم اكسب النهائي، وبعد كده بيعمل التاريخ بيجي يعني. طول ما انا بكسب التاريخ بيجي، التاريخ بيتكتب طول ما انا بكسب، ده مهم جدا، وده اللي بيفكر فيه النادي الاهلي. وانا عارف كده لان انا عشت في النادي الاهلي وعارف النادي الاهلي وعارف ان احنا بنفكر ازاي، فده مهم جدا. والكلمه اللي انت حضرتك قلتها دي يا كريم شيء جميل جدا ومهمه جدا، الكلمه اللي انت قلتها يعني.
هو فاضل دقائق قليلة وتنتهي الحلقة. أنا بقى عايز استغلها ونتكلم مع كابتن إيهاب شوية عن ذكرياته، يعني لما كنتوا بتفوزوا برضو كابتن إيهاب، والكواليس كانت عاملة إزاي لما كان بيبقى فيه إخفاقات من حضرتك تحديدا، كانت الكواليس عاملة إزاي، الكامباك كان بيبقى عامل إزاي؟ بصي، زمان غير دلوقتي، زمان قوي احنا كنا لما بنتعادل المباراة ما بنخرجش من بيتنا، يعني حقيقة يعني وبنستنى المباراة اللي بعديها ورا وشكوا للناس يعني خالص والله بجد، يعني ما يعني حتى ما كنا نتكسف نخرج او نبقى زعلانين ان احنا نخرج، غير لما نروح النادي بس عشان نتمرن، عشان نستنى المباراة التانية، عشان نفرح الناس ان احنا تعادلنا مباراة او لقدر يعني او خسرنا مباراة. فطبعا كانت الكواليس، انت بتلعب مع فرقة كبيرة، يعني كنا كان كل ال 25 لعيب كانوا نجوم كل اسم نادي اصلا. والله بجد يعني على فكرة، وكل الفرق كانت قويه جدا، يعني لغايه النهارده انا حافظ لعيبه المنصوره كلها، لعيبه الاولمبي، لعيبه الاتحاد، لعيبه الترسانه، لعيبه الزمالك، وكانت كل الفرق قريبه جدا لبعض. الترسانه كانت قويه برضو زمان قوي جدا، في نوادي للاسف والاسماعيلي كان فيها انديه كتيره، والمقاولين كان فيها كتير، البرازيل مصر طبعا. لا بص، بصراحه كانت الفرقه كلها قويه جدا، واللعيبه في كل نادي، يعني كل نادي كان فيه خمس ست لعيبه قويه جدا، اقويه بمعنى كلمه قوي. يعني انت بتروح تلعب الاتحاد في اسكندريه كان بيبقى صعب جدا، تلعب المحله في المحله صعبه جدا. لعب كابتن بوبو، ايوه ما كان ماسك الكابتن خطيب وضربه، يعني حاجات ما فيش حد ما شالوش على كتفه. بالظبط كده، كان راجل الله يرحمه، كان راجل جميل جدا. انما الكواليس زمان كانت حلوه قوي قوي قوي، وكانت الناس كلنا بنحب بعض جدا جدا، لان كلنا قلبنا على قلب النادي، لانه ما كانش فيه فلوس. وبالمناسبه كمان كانت الجماهير اكثر منطقيه بكثير عن دلوقتي، وكانت العلاقات لا تتعدى المناوشات اللطيفه اللي بين الاهلاويه والزمالكاويه اللي قاعدين مع بعض على القهوه بيتفرجوا على الماتش. وكلنا كنا ما كانش فيه خناقات، ما كانش فيه ما كانش فيه طرف بيحاول يكسر من الطرف الثاني زي دلوقتي، ما فيش كده خالص. يعني كنا نقول ده الاهلي لو كان جاب الجون ده، او الزمالك لو كان جاب الجون ده، كنا كلنا اصحاب وحبايب جدا. احنا على فكره لغايه النهارده لعيبه الاهلي والزمالك والاسماعيلي كلهم اصحاب جدا، اصحاب قوي، يعني علشان ما كانش فيه اللي بيحصل اصلا دلوقتي. ما انا مش عيب بس على الجماهير، اللغه اللي بتصدر من بعض الناس، القامات اللي المفروض في الرياضه، والاعلاميين اللي المفروض لهم قامات، ما ده بينعكس على الشارع المصري. خلينا نبقى صراحة يعني للاسف الشديد، احنا زمان كانت كل شيء فيش الكلام ده كان موجود، لا كان كل شيء رائع وجميل، وكلنا كنا نحب بعض. واللي كان بيتصدى للتعليق وللتحليل وللنقد كلهم اساتذه، كل اسم اتقل من الثاني. طبعا طبعا طبعا، على كل حال يعني كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، وواثقين باذن الله ان هو هيفرحنا كالعاده. شكرك كابتن ايهاب جدا، شكرا لحضرتك كالعاده، يعني نورتنا واسعدتنا بوجودك، وان شاء الله نشوفك على خير ان شاء الله. اكون سعيد معاكم والله، نورتنا. شكرا ليك، واكيد الشكر موصول لمشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه. باذن الرحمن يتجدد اللقاء بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.